ايه ده صاحبي؟ انت جبت الحاجه الجديده دي؟ قول والله يا ابن اللذينه. وطبله الطبله دي انا لسه فاتحه، اختها اللي خدت الويازن. والله ايه عملت ايه يا روحي؟ بص بفتح بقول عندك خروجه يا هاتي. سمع الله سلامتك يا روحي، هاتي ايدك يا بزات. شبه يزن سلام. الف سلامة عليك يا روحي، الف سلامة عليك. ايه؟ مقلب؟ هند المكان جبتها؟ ايه ايه اشوف بشوف بشوف الله يا هند. بص يا هند بص يا هند، ممكن اطلب منك طلب واحد بس؟ انا هطلب منك طلب صغير بس، ينفع اخذ الاصاله؟ خده يا احمد عشان خاطر. استنى يا صالح والنبي يا هند، هاخد الاصاله وانا هتكلم كله على ما اتعوضش. انت بتقول لك ده بتاعي مصممه. هند هند اخد الاصاله دقيقه واحده بس. ده بتاعي. هند ده بتاعي. ده بتاعي. ده بتاعي. لا لا مش تحفظ. هند اخده بس الاصاله. اصاله نونو يا هند، هياخدوا الأصالة. هياخدوا الأصالة. ايه ده؟ ما تديش عروسة سنة. هدى. 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 ده بتكوش هتقول ده بتاعي. ده بص ده بتاعي. علقت خلاص. لسه فاتحة أختها الغزل لازم تحت بيلعبوا بيها تحت. عندهم شغل طبعا. والله العظيم لسه فاتحة. أختك كبيرة؟ اه. ركب هذا ركب هذا ركب هذا نفس التعب اللي عندي تحت الكاميرا ركبيها بقى تانية. ما انا بصي وصالح جاب عجله جديده يا غزل. غزل قولي لصالح سلامتك عشان عنده خراج في درسه. يلا برافو. يلا يا غزل ركبها له. هنودة هتدي اخدها الغزل. ايوه انا باخد تعال تكتب هتاخدها الغزل. ايه يا حبيبي؟ اصل عايز العبها عشان عايز اخد لعبه المركز من مين؟ انا نفسي اطلع. هي اصلا كمان دخلت في الموضوع؟ اه بص تعالى فوز ده عشان ايه؟ عشان اللعبة. عشان مين؟ عشان مين جميل؟ يا جاب لنا بدون الا قول والله حلو الكرسي ده. قول والله ما اتعودت عشان كده. ايه يا صالح؟ ايه روح يا صالح كرسي. استنى اه كرسي وطبله وكده. احنا صور صور عشان عايز اجيب لعبه اصلا وصالح. سلمى الدواء بتاع صالح فين؟ هياخدوا الدواء. هياخدوا هياخدوا بندو. عامله ايه؟ بندو هتحلق. خلي بالك هنجيبها له. يلا دق دق دق. أنا عمو وعودة الدراسة خلصت الأجازة، بابا خد مني الأيباد وجاب لي كراسة. زي ما في الأجازة لعبنا كتير كتير، لازم في الدراسة نذاكروا كتير كتير علشان يا فيروز تجيبي أعلى الدرجات. يا جماعة انا هفاجئ اصاله دي عشان كمان ما تقعدش تعيط. استنى اشوفها هتسكت ولا لا. يا اصاله يا اصاله انا بصور خلي بالك. اصاله انت زعلانه ليه؟ زعلانه ليه؟ عايزه لعبه. خدي يا انت لعبه اهي. لعبه اهي يا انت اهي. خدي لعبه. لعبه بجد مش عايزه فاضيه اهي والله اهي. افتحها لها يا روز افتحها لها يا روز. يا روزة كده ما تعيطيش يا بابا. خدي روح الله. عندكوش حجارة ندى؟ استني يا فيروز ابعدي عنها. ابعدي يا فيروز. هاي يا أصالة أصالة انت تزعلي ليه انت عشان ما جبلكيش لعبة؟ انا بعد كده اجيبلك يا انت لعبة يا انت. أصالة أصالة هشوفلك حجارة عندي بسرعة واجيلك عشان اشغلها لك. أصالة حلوة اللعبة دي. بصي بصي استني ايه ده ما بيتلخلعش ده ولا ايه؟ قولي الو الو الو. بصي تضحكي يا روحي على الضحكة. امسكي يلا قولي الو
استني. اي انا مش عارفه اطلعه. اهو عايز حجار. يلا قولي الو. الله عندما تغضب اصالك قوي قصيره. قولي الو. العاب الله. اوعي يا حياه، اوعي يا حياه. دول استنى اشوف لها كام حجاره واجيب لها حجاره من تحت من عندي. انا عندي حاجات كتير. تلاتة. واحد اتنين تلاتة. اصاله هجيب لك حجاره واجي. ماشي يا صاله؟ اصاله لا يا روحي على الضحكه يا روحي. استنى هجيب لك. بصي يا اصاله هجيب لك لا ده انا ما اعرفش. لو انا عندي العاب كتير على فكره مقفوله يعني عشان ما تقعدش تعيط. اصاله هجيب لك حجاره واجي لك عشان نشغل التليفون ده. اوكي احنا ينفع نروح بنت الاحلام من غير ما نجيبوا لعبه الاصاله؟ انا ما اعرفش اصلا هي بتعيط عشان كده. اصاله هجيب لك. ماشي وده كمان يا روحي ده كده هتحبك والله. اه والله يا روح قلبي. هجيب لك حجاره واجي. اصاله استنى. اصاله شغلها انا اللي جايبها لك. اما قلت اتصل بيا. الو شغلها شغلها عشان ضحكت والله. بصي اتصلت ازاي يا روحي. الو ايه يا ندى؟ يا حياتي يا ندى. حلوه يلا بصي 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 يا صال. بصي بصي اتكي عليها. يلا اتكي عليها اعملي كده. ايوه كده. الله برافو. هي مبسوطة يا انتي؟ ما تعيطيش ابدا يا انتي يا روحي. هي مادر بصي 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 بالفرحة تجري على ندى. بصي يلا يا صاحبي خد الدواء كله يلا. والله العظيم انت احلى واحد في الدنيا كلها. برافو عليك. كمل حط الدكتور. ايوه وريني الدكتور. يلا كله يا صلاة. تقيل هو تقيل مش عارف تشربه كله صح؟ بس حته حته اشربه. انا بص مش زعلانه. طالما هتشربه كله انا مش زعلانه. ثواني ثانيه واحده.